هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل الحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. يمكن لسه في ارتفاع في درجات الحراره، بس هل ده المعدل الطبيعي لدرجات الحراره في مثل هذا التوقيت من العام؟ يعني احنا دلوقتي في شهر 7، هل درجه الحراره اليومين دول او النهارده تحديدا كده في معدلاتها الطبيعيه ولا اعلى من العادي؟ هو طبعا احنا ما زلنا متاثرين بالارتفاعات الطفيفه في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 37 درجه مئويه، وده طبعا اعلى من المعدلات الصيفيه المعتاده في الوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات. ده اليوم، يمكن الايام اللي جايه لما تكون 38 و39 هتكون اعلى بحوالي 4 درجات عن المعدلات الصيفيه وعن معدلات كمان شهر 7، لان احنا ما زلنا بنتاثر بالكتل الهوائيه شديده الحراره القادمه مع امتداد منخفض الهند الموسمي بشكل كبير، وكمان عندنا ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس قيم درجات الحراره اعلى كمان من 37 او 38 درجه مئويه. احنا اليوم لو 37 عظمى متوقعينها محسوسه ممكن تكون 39 او 40 درجه مئويه فقط، بس بسبب وجود نسب رطوبه في الجو، ونسب الرطوبه كمان المرتفعه بتكون في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بسبب طبعا قربها من البحر، بتتجاوز 90 وبتوصل ل 95% في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، بتتجاوز ال 85% في مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهره الكبرى. وطبعا كل ما تقدمت للمحافظات الداخليه نسب الرطوبه بتقل بشكل تدريجي. فانا عندي الايام دي ارتفاع في قيم درجات الحراره مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه في معظم المحافظات، ده بيخليني احس بالطقس شديد الحراره الرطب بشكل كبير في معظم المحافظات الداخليه من الوجه البحري للقاهره الكبرى حتى جنوب البلاد. المحافظات الساحليه بتكون قيم درجات حرارتها هي الاقل، يعني احنا متوسط قيم درجات حراره في سواحلنا الشماليه ما بين 32-33 فتره النهار، حتى مع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه هنلاقي المحسوسه 37 او 5 او 36 درجه مئويه، فبالتالي هي الاقل حتى مع قيم درجات الحراره المحسوسه، فعشان كده طقسها بيكون حار رطب فتره النهار. واحساسنا بالطقس شديد الحراره اكثر بيكون في فترات الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي. فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس اكيد بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، يمكن اليوم تحديدا متوقع كمان مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، سرعات الرياح ما بين 30 الى 35 كيلو متر على الساعه، ويمكن نلاقيه في اغلب المحافظات وخاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه، يقلل احساسي بعض الشيء بوجود نسب رطوبه فيخلينا نحس فترات الليل او ساعات المساء ببعض الاجواء المعتدله في فترات الليل بشكل كبير، لان احنا فتره الليل بتكون عظمه الرطوبه، فوجود نشاط رياح يقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو، والصغرى فتره الليل ما بين 26-27 درجه مئويه على القاهره الكبرى. كمان الشبوره المائيه اصبحت ظاهره جويه مؤثره في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر. يا دكتوره منار، شبوره مائيه وارتفاع في الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة، فيعني التلات عوامل أظن كلها مجتمعة مع بعض، هل ده طبيعي في الوقت دوت يعني؟ هو طبعا طبيعي، لكن هي الشبورة المائية بتاعة فصل الصيف بتختلف تماما عن الشبورة المائية اللي احنا بنشوفها في فصل الشتاء، فكل كل فصل تبقى الشبورة بتاعته مختلفة، فطبيعي أكيد احنا مع ارتفاع نسب الرطوبة ولما بيبقى فيه هدوء في سرعات الرياح في بعض الأيام ده يساعد على تكثف الشبورة المائية، خاصة إن احنا بنتأثر في طبقات الجو العليا بامتداد لمرتفع جوي، والمرتفع الجوي ده بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد على تكثف الشبورة المائية ووجود الشبورة المائية، فطبيعي إن احنا نشوف العوامل دي كلها في وقت واحد، خاصة زي ما قلت في الأول احنا عندنا ارتفاع في الحرارة، ودايما الناس كانت رابطة وجود الشبورة المائية بالاستقرار في الأحوال الجوية، وحتى كمان إن هيبقى في سطوع لأشعة الشمس، ده أمر طبيعي لأن الشبورة المائية بتتكون لما بيكون في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فبنلاقي فترة النهار زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، فإحساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة بيزيد. كمان عندنا اعتدال في سرعات الرياح على البحار، البحر الأحمر والبحر المتوسط، وده بدوره هيخلي في اعتدال في الأمواج، وأمواج مناسبة تماما
ان احنا نستمتع بالاجواء في سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط او حتى المطله على البحر الاحمر، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، نقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه، لكن تحت المحاذير اللي احنا دايما بنقولها عشان ما نتاثرش بارتفاع قيم درجات الحراره، لان كمان ارتفاع قيم درجات الحراره اللي معانا ده مكمل معانا على مدار الاسبوع المقبل كله، يعني احنا عندنا الاسبوع اللي جاي كله قيم درجات حراره 38 و39 عظمى فتره النهار في القاهره الكبرى، ومحسوسه توصل ل 40 او 41 درجه مئويه. استمرار ارتفاع قيم درجات الحراره فتره طويله وده مش طبيعي طبعا، يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره، فعشان كده بنأكد على كل الساده المواطنين مهم جدا ناخد بالنا، واهم نصيحه ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره من الساعه 12 الظهر ل 4 5 العصر، الفتره دي شده الاشعه الشمسي بتكون عاليه وبنسجل قيمه درجه الحراره العظمى اللي هي 37 او 38 في الوقت ده، فبقدر الامكان اتجنب اشعه الشمس. لو انا اضطريت اخرج في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس زي شمسيه او كاب، عدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله، لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار تجنبا لاي اجهاد حراري، اتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، طبعا يفضل ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم كله وبقدر الامكان حتى لو مش عطشان اشرب ميه. مهم كمان اتواجد في اماكن جيده التهويه، ده بيساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل، وطبعا الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه في استفاضه فاتحه اللون. نبدا نتكيف مع فكره ان في موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره بتتكرر بشكل كبير عشان ما نتاثرش بس بشكل سلبي من ارتفاع قيم درجات الحراره. أكيد بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض كده دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. القاهرة العظمى متوقع فيها تكون 37 والصغرى 27 والعاصمة الإدارية 38 26، الإسكندرية 34 24 والعلمين الجديدة 32 23، مطروح 30 23 ودمياط 33 26، بورسعيد 33 26 والإسماعيلية 38 25. أما في السويس العظمى متوقع تكون 37 والصغرى 26 والعريش 35 24، كاترين 34 20 وطوبة 38 28، حلايب 36 31 وشلاتين 40 30، شرم الشيخ 41 32 والغردقة 42 31. الفيوم 37 26 وبني سويف 38 26، الوادي الجديد 42 24 واسيوط 41 25، سوهاج 42 26، انا 43 26، الاقصر 43 27 واسوان 44 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده.